تخلي العقيدة الصحيحة والتوحيد واللجوء إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وتمشي لمخلوق ضعيف زيك، فقير لا يملك شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. علم الغيب ده لله وحده لا شريك له. ما بزول بعرف الرائحة، ما بزول بحوط الشيء الضايع ولا الشيء الموجود، ما بحوط. ما تمشي لزول تقول له شوف لي الذهب ده سرقوه، سرقوا منه؟ شوف لي الغنماية دي ما جات، مشت وين؟ من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تكفر عشان غنماية؟ الدين كله تمرق منه بس عشان غنماية؟ ميغمئ تكفر، تخلي الدين مرة واحدة؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. بلدنا دي موبوءة بالحاجات، والداعية شغالة، نزاوين في الجبن تلقاين أوك، والداعية دستور، واحدة تقع واحدة تقوم، والداعية تقول لهم بكرة بيحصل كذا وبعد بكرة بيحصل كذا وفلان بيحصل له كذا. والله سبحانه وتعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما وما نافية، نفس نكرة تفيد جميع النفوس، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال لك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات، الله جعل لك ملائكة بتحفظك، الله بيحفظك بها. بعد قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا شنو؟ بأنفسهم. حسي لو دار الأحوال تتغير وتنصلح، ناس تغير في نفسها دي من العقائد المنحرفة. زول مات ما تشيل تراب وتسفه، يقول لك فيه بركة. رسول لما قال الطعام فيه بركة صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. يعني الطعام ذاته مش قال لك فيه بركة، قال لك انت بعد تتم الطعام تلعق الأصابع والصحفة الصحن. ليه تلعق الأصابع والصحفة؟ قال: لأن الإنسان قال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. انت ما عارف البركة في بدايته ولا في نهايته، عشان كده قال لك في النهاية تلعق شنو؟ الصحفة، وتلعق الأصابع قبل ما تغسلها. صحن أثبت فيه البركة، لكن البركة وين؟ تتم للنهاية. لو قلت القبة فيها بركة ما تزف لك زفتين ثلاثة، تسف القبة شنو؟ كلها جت تسف. إمتى كلامي؟ ما أنت قلت فيها بركة من غير أي نبس، تسفها كلها. بيع عمك ذاته الجوة تسفها كلها. تقدر على الشغل ده؟ أنا ما معلوم ده لو أثبت شنو؟ إنه فيها بركة. البركة من الله، أنت ما عارف وين ذاته. ولذلك الموضوع ده الإنسان عقيدته تكون في الله تمام. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ودي تنفي لك حاجة اسمها حجبات، محايات، بخرات،
تنفي لك حاجة اسمها كمون تعلقه. وإذا أراد الله بقوم سوءا، جاياك عقرب، جاياك مصيبة، فلا مرد له، ما في شيء برد، لا حجاب لا كمون لا غير. وما لهم من دونه من وال، ما في ولي يتولى أمورك من دون الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وكيل. والله ما عنده وكيل في الأرض، تقول فلان ده صح الله عنده أي شيء، لكن فلان ده الله اداه، ما عنده وكيل نهاية، الله ما عنده وكيل. ناس كوكوكولا عندهم وكيل، والبيبسي وكيل، والبطاريات دي اف دي ولا شنو عندها وكيل، وحاجات كثيرة عندها وكيل. لك ده وكيل الشيبس، شايل له حاجات خفيفة كده، وكيل الشيبس، وذاك وكيل الايه، وده وكيل. الله ما عنده وكيل. دار تعرف ما عنده وكيل؟ اقرأ سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني شنو؟ وكيلا. ما عنده وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، في سورة الزمر.